وكده شير اه تمام. كده شير تمام. اه كنا اتكلمنا خلاص، ده احنا ده اتكلمنا عليه خلاص، تمام تمام طيب يعني اديك الفرصه انك تشوف الفيديو وترجعيه وتزودي الحته. خلاص تمام طيب ماشي. طيب في الأول خالص يا دكتور، وأنا بشغلك في أولا دول التمرين دول دي نفس ترتيب الاكزامبلز اللي انا ماشي بيه؟ تقريبا يعني تقريبا يعني في حاجة، مرة يكتب معايا عربي ومرة ما يكتبش معايا العربي. ماشي. فين البيت العربي بقى؟ يعني مثلا انا هنا عامله في فايل 2، يبقى الحمد لله هنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، دي كاتباها بايدي مثلا. لا وريني انت، لو انت عامل حاجه مباشره كده، انت اصل كاتبه في جودة، انت خدت تكتب في السيمي دي تكتب في كود، ففين اللي كاتبه فيه عربي وما قبلش؟ انا كنت كتبت تحت هنا فجت بالعربي، لكن لما اكتب في الكود ما محمد انا جاتش. بديك التسويق. اي معاك. طيب حضرتك شوف ال UH 8 ده، انا مش شغال عندي هو. بص حضرتك يعني دي انا كاتباها عربي اصلا، دي عربي ايوه اسم وريني انت الكتاب، بتعملي ايه على اساس. متعمده اكتبه عربي عشان اشوف يعني. طيب ماشي اهو، هو فين مش هو ده؟ انتوا بتضيفوا فعلا. هو؟ ايوه المفروض هو ده، المفروض هو ده. ماشي كليك من وراني كده. ماشي ماشي تمام. والمين دي جاية معايا من أول ما سطبت الباي شارم ده، هي مش موجودة عند حضرتك لما عملت. ما فيهاش مشكلة، عشان انت بس انت بدأت البروجكت من جوه البايت شارم على طول، فبينزل فايل مش مشكلة. لكن عشان ما بدأتوش أصلا بالبايت شارم، كنت عامل الفولدر وفتحت الفولدر بس بالبايت شارم. ماشي. طيب ماشي مثلا تمام. احنا على العموم احنا كملي كملي تمام. كملي، احنا قلنا ان السي نفسها هي اللي بيبقى فيها مشكله في العربي، يعني كملي بس بيانات ودوس اوكي انتر. قول انه خلاص. ايوه، ما انا كنت هقول انه هو كتبت عربي. ماشي ما فيش، ماشي. هو شغال يعني الحته دي شغال عرفت يعني. اكتبي اي حاجه بسرعه، واحد اهو وتي كده، تمام تي و اس و10 اي حاجه، هي حاجه مش اي حاجه للدرجات يعني، بس ماشي اي حاجه بقى. تكتبي نو. اكيد انك بتكتبي نو. قال لي اسس ده لانك انت فاتحه الفايل بس. طبعا على العموم على العموم اقفله واعمل هي تاني بسرعة. مفهومه، هي مفهومه اهو، مش هيبقى منك هنا، لان هنا السي ام دي ما بتقدرش تقبل العرب كسي ام دي ذات نفسها اللي احنا بنكتب فيها، بس هي فيها شويه مشاكل، لكن هي ذات نفسها احنا مش طبعا البرنامج مش ما هوش هيبقى سي ام دي، احنا بنجرب دلوقتي الاوامر ذات نفسها، لكن مفترض زي ما قلنا يعني عندنا طبعا لما بنطلعها جي او اي بنطلعها يعني ديسك توب، وده طبعا قديم شويه ما حدش بقى بيشتغل بيه كتير، لكن عندنا بنطلعها يا اما ويب يا بنطلعها موبايل، هي دي الانترفيس وفيها كنترولز اللي بيتعامل فيها مع اليوزر، لكن ده مجرد جاست يعني يعني ما بنقول له انتر كده بالانبوت انتر بوك اي سبين تايتل مش عارف ايه الكلام ده كده، يعني مجرد يعني ها عشان نتست اللي احنا عملناه، لكن هو في الاخر المفترض الكلام ده يتنقل لليوزر انترفيس، واليوزر انترفيس يبقى فيها كنترولز وكلام زي كده، ويبقى ده ساعتها هيبقى معنى العربي ومفيش مشكله، لكن هو لان ده يعتبر احنا ده بديل للدوس، واخد بالك؟ والدوس هو كان في عنده مشكله اصلا في الموضوع ده هو، بس فهو مش الكود يعني. يعني طب اصلحها ازاي دي عندي؟
يعمل ايه؟ مش ما مش هتشتغل هنا، مش هتشتغل هنا، مش هتشتغل هنا، لكن مش عيب منك يعني. هو السي ام دي كده، فاهماني؟ السي ام دي هو اللي كده يعني. طب يعني انصحه واشتغل تاني واسطبه تاني ولا اعمل ايه؟ ليه بتطبخ؟ بيقول لك هي السي ام دي ما بتكتبش عربي، هي اللي ما بتكتبش عربي، فريح نفسك منها. انت تكتبي انجليزي والله بس، اكتب انجليزي على طول. اكتبي انجليزي بس، لكن انت لما تيجي ترفعي شغلك دوت، تشغليه ويب او تشغليه موبايل، مش هيبقى فيه مشكله، مشاكل من دي. مفيش وقت ان احنا طيب يا دكتور خلاص وصلت. ملهاش لازمه يعني. تمام. طيب قولي اللي انت، وبعدين انت بتقولي ان انت بتبقي يعني قلقانه وحاسه انها متلخبطه ومش عارف ايه وكلام زي كده. طبيعي، لانك اول مره تعملي حاجه يعني مترابطه مع بعضها، وتبداي تدي فانكشنز وتغيري ورا اللي بيشرح لك، كنت دوبك بتمشي ورا اللي بتشرح بس بالظبط تعمليه. لا، المره دي مطلوب منك تغيري بعض الحاجات وتفهمي بقى وتكتبي بايديكي وتركزي، فبتحسي ان انت قلقانه. الاحساس ده ملوش علاقه بكتابه الكود، ده احساس. هي انا مش بتكلم عليك انت، برضو بتكلم عموما عشان الكل يستفيد. الفكره كلها ان اي حد مش متعود ان هو يكتب كود او يبدا يعمل عمليات مترابطه مع بعض، ويبدا يكتب اكزامبلز كبيره كده فيها اربع خمس ست فانكشنز كلام من ده، ده هيبقى طبعا مرتبك ان اول مره يعمل كده. ده ملوش علاقه بان انت بتكتب كود ولا بتكتبش كود، انت احساسك بالارتباك انك اول مره تعمل ده. تمام. وفي نفس الوقت بيبقى في بعض الناس منكم، وبيبقى برضو من الغلط ان هو بيبقى مدي الموضوع اكتر من حقه. يعني هو قبل ما يبدا هو متخيل ان اما شاف الناس المبرمجين وهو بيكتبوا الاول او بيشرح له او كده، هو تخيل ان اللي بيعمل ده بيبقى عبقري. تمام. وان هو متخيل ان ده عبقري، فده بيعمل معاه رهبه للموضوع. ده ملوش، كل ده ملوش علاقه بالبرمجه، بس انا بقول لك الغالب اللي بيحصل يعني. فالرهبه اللي بيعملها الموضوع ده بتخليه هو بيبقى نفسيا حاسس ان هو الموضوع يبقى صعب عليه، بس باختصار يعني. فالموضوع يبقى صعب عليه، وبيبدا بقى ايه، يرتبك. ولما يبدا يخش مواضيع اعمق بيبدا يرتبك اكتر، وده كله من صنع نفسه يعني، مش حاجه يعني عيب كمان فيه. الاساس هنا كده بايظه، يعني السي ام عندي بايظه، فممكن يكون ده برضو محسسني ان الشغل مش هيطلع مظبوط فالآن. لكن ككود بيتفهم، يعني ما بسمع حضرتك بفهمه. هي ما هو 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 انت برضه بتروح حته بعيده. هو احنا ما عملناش، ما كتبناش بالعربي كمان، ما كتبناش بالعربي، اشتغلنا عادي وكان كله انجليزي وبتاع. انت ما انت حاولتي، انا بجرب، لا انت، بجرب. لا انت بتجربي حاجه مثلا يعني. انت مثلا احنا دخلنا في لغايه المستوى ده كناش لسه جربنا يعني، في الفيديو ده احنا ما جربناش ان احنا نقاد تاني وايه، او احنا جربنا ان التايتل بيتدبلر. طب احنا هنحله في الفيديو اللي بعده. فهمتي؟ ده بيتضم. طب انت وقفتي، طب ليه؟ طب ما هو احنا بنكمل، احنا ما خلصناش، احنا كل مرحله بيقابلنا فيها مشكله بنقول طب المشكله دي كذا ودي كذا، خلاص هنحلها المره الجايه. طب دي كده عندنا ونحلها، عشان ما يبقاش بس ايه، فيديو ساعه ونص قاعدين بنتفرج عمالين نحل في مشاكل على بعضها وفهماني. لا، احنا بنحاول نجزأ. فهي الفكره كلها ايه، ما نبصش لقدام قوي. انا ابص لايه، طالما انا ماشي خطوه بخطوه ولسه بطبق ورا فيديو يعني، مش سمعت خلاص وخدت الفكره كامله وبشتغل. لا، انا لسه يا دوبك هو عمل كذا، انا بعمل كذا، بجمع لسه بجمع. يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى انا ما سبقش. انا يعني ايه ما سبقش؟ يعني لا، هو مش على عمله، قد ال لا تمام. هو عمله وانا عملت اخوه، وطبقت زي ما هو طبق، وعملت تيست زي ما هو عمل تيست بالظبط. تمام، يبقى هو تمام. طب ده في اخطاء؟ ايوه، ما هو هتلاقي بعد كده بحل مشكله مثلا البريميشن ايرور. انت مثلا طلعت لك دلوقتي، ما هي عشان فعلا الملف مفتوح. هتلاقي في الفيديو اللي بعدين بحل مشكله البريميشن ايرور. ايوه خدت بالي. في الفيديو اللي بعده بحل مشكله التايتل بيجيب الدبلر المشكله. يعني اقصد ان عمليه التدريبات بتبقى واحده واحده. فانت بتبقي ممكن تجربي كده وتلاقي نفسك بقى ايه، اترعبت، تطلعي بريميشن ايرور، انا مش فاهم ده ايه، ده مش عارف ايه، لان ما طلعتش مثلا معانا، طلعت مع الفيديو اللي بعده صلحناه. لا، ده كله مش صح.
ده كله مش صح، بيبقى نابع زي ما قلت لك من ايه، الخلفيات اللي بيشتغل حطها لنفسه، طيب يا دكتور، او في اي تصليحات حاجز حضرتك؟ اللي تمام، حطها لنفسه. حضرتك كملها لي عشان يعني تاني اشتغل تاني بالراحة كده، واسمع فيديو بهدوء كده، و يعني ايه المفروض اعمله؟ طيب يعني مش عارف، أكمل؟ انا لا. مش هشتغل عربي خلاص. تمام، طب عندي هنا الابديت ان شاء الله، مش عارف ها؟ لو في عطلة خلاص يبقى انا هشوفه والمرة الجاية بقول لحضرتك. أنا مش من ماشي، الأفضل اللي أنت عايز تعرضيه، نعم، يعني اللي أنت عايز تعرضيه واللي أنت عايز توريهوني واللي أنت حاسة إن فيك عندك مشاكل فيه، لغاية لما تبقي تمام نبدأ إن شاء الله، مش مشكلة، بس يعني تشوف اللي أنت عايزاه. افتح الابديت ده يعني. ماشي يا أطفال. لا بلاش، انا اكيد في جامد. انا طيب انت بالنظر الاولى كده في الابديت رو انت تمام وعملت كل حاجه تمام لغايه ما وصلتي للاوبن ويز، السطر اللي انت واقفه عنده فتحت عشان ترايت وقلت رايت لاينز وانت رامياله كونتنت سيرش عليه، يعني من اول هو يا سطر دكتور تسعه بصراحة أنا خدت سيرش من كوبي من السيرش للأبديت عشان فما ايه؟ مسحتش. ما ينفعش كده، ما ينفعش كده، يعني الواحد المفروض ده ما عشان ايه؟ انا بعمل دلوقتي بقى اعدل البيانات الداخليه، ابحث عليه، ابحث عليه، انا بخش بقول له امسح ده حط مكانه ده كده ابديتد، فتحت الفايل وسيفته وكله تمام. سيرش ايه سيرش؟ انا مش فاهم سيرش فور ايه؟ ده هو حتى معلم عليها، يعني في سطر تسعه معلم على كلمه سيرش فور ومعلم على كلمه لاين، ولا في عندنا حاجه اسمها لاين ولا في حاجه عندنا اسمها سيرش فور في الفانكشن دي، انت ايه عملت ايه؟ كنت معقوله دورت في الفانكشن تاني عشان تاخد كلمه ريتيرن ترو ريتيرن فولس؟ يبقى مشكله معناها ان انت لا انا خدت كوبي من سيرش بالظبط، يعني خدت كوبي من هنا حطيتها فوق المعلم دي. ايوه عشان ايه؟ لا، ما مش عشان حاجه انا ما مسحتهاش، يعني في حاجات انا ما مسحتهاش. مستني لاين تسعه وظبطي الاندنتيشن الدنيا هتبقى مظبوطه في الفانكشن. يعني امسح ده كده، المفروض ده كده. لا ده جوه. لا يعني اعملي امسحي كل اللاين ده عشان ده ايه اللاين انه كل ده؟ هو قبل كلمه ريتيرن ترو، امسحي كله السبيس قبل كلمه ريتيرن ترو تمام السبيس تمام حاضر. لغايه ما تطلعي فوق، لما تطلعي في السطر اللي بعده دوسي انتر عشان يظبط الاندنتيشن، يعني خليكي قبل كلمه الار بس بتاعت ريتيرن على طول، بلاش السبيس اللي انت عاملها دي. ايوه بس كده وخلاص، والفولس اعملي نفس الكلام برضه، سايبه سبيس، انا مش عارف ليه وضيعت الترو، سايبه سبيس ليه قبل الار؟ مساح يعني خلي على ايوه دوسي انتر، وبعد كده بقى خديها عند الويز. يلا هاي مساح ايوه بس كده، بس كده الفانكشن بتاعتك بقت مظبوطه. تمام، شكرا يا دكتور، معلش. الفايند عندك في الفايل انت بتقول ايه في الريزلت؟ ايه في الريزلت؟ ايه الريزلت دي اصلا؟ مهما كانت مع السيرش اعتقد ان انا حاسه ان انا عكاها يا دكتور، والله خلاص انا هرجعها بالراحه، هو لان واحدة واحدة انا واحدة عملتها بسرعه بس. ماشي، بس انت المفروض تركزي في الكود بتاعك ما تبقيش لا ما يو ار ركزتش فعلا، عشان كده مش بقى. يعني انا دلوقتي بقى بعمل فايند فايل، اول حاجه انا بعت تمام اصلا ك ارجيومنت بقول له ابعت لي خلاص، السيرش فور، دي طيب حاجة صح بقى. صبرا بس سهل ايه بس سيرش فور دي المفروض القيمه اللي هو عايز يبحث عنها صح؟ يبقى انا اول عشان سطر دي القيمه اللي هو عايز يبحث عنها، كاتب احمد كاتب كريم كاتب اكس كاتب واي كاتب اي حاجه بيبحث عنها، المفروض يبقى اول سطر بعد كده انت بتقول ايه في الريزلت؟ الريزلت بتاعتي ايه؟ دي ابديت يا دكتور، مش بس لا يا انا بابا انت واقف على الفايند مش الابديت خالص، احنا واقفين على دلوقتي اسمها الفايند اللي هو اول سطر اتنصب خلاص، الابديت دي انا قلت لك انتهت، انا ما ببصش عليها، انت باصه في حته غير انا ببص عليها، احنا دلوقتي في الفانكشن الثانيه، انت ايه ماشي.
ما بجيبها في الاول يعني، بعمل زي ما حضرتك قلت لي. طب الفانكشن بتبقى في اول سطر خالص، ايوه كده، بروس انترين كده، ايوه كده. طيب انا بتكلم على سطر 14 دلوقتي، انت كان بقى ايه في ريزلت؟ فين ريزلت ده؟ هو انا كنت عامله هنا الفور مفيش فوق ايه الفانكشن دي ودي فانكشن تانية، دي فانكشن ودي فانكشن تانية، ازاي الخبط نفسي كده؟ فاهماني؟ دي فانكشن خلاص بتعمل ابديت وخلصنا منها، ما لناش دعوه بيها دلوقتي. احنا بنتكلم عن فانكشن اسمها فاينل، بقول ايه في ان ريزلت، تقول لي اصل انا كنت كاتبه فوق ريزلت في الفانكشن الثانيه، هي مش بالفوق ولا تحت، في كل فانكشن عباره عن بلوك منفصل، هي بنجمعهم مع بعض بالكول او بكلاس. احنا ولا عاملين كلاس ولا لسه دخلنا في الكول، احنا دلوقتي بنتكلم على فانكشن كده اسمها اف ريزلت. اف ريزلت ايه الريزلت؟ المفروض يبقى قبل السطر ده في ريزلت بتساوي حاجه، ايوه عشان اقول له بقى الريزلت دي نتيجتها اعمل كذا اعمل كذا. تمام. طب ناقصك سطر هنا قبل الاف اللي بتجيبي فيه قيمه الريزلت، اللي هي الريزلت بتساوي، وشوف انت هتنادي على ايه تجيب لك نتيجه البحث، وبعدها تختبر نتيجه البحث. طبعا مشكلتك انك انت ان الاسطر دي كانت مكتوبه في الفيديو بره بره الفايند، تمام؟ كانت مكتوبه في ان احنا تقريبا بنعمل ايديت بنعدل. كنا بنعمل ايديت، انا بقى بوصل. فانت دخلت الايديت في الفايند ما بقيتيش عارفه انت عايزه ايه وتهدي. ليه؟ انا لسه ما وقفتش على رجليا، وفي نفس الوقت عايز اجدد في الكود. هو يا دكتور انا اقصد هنا الابديت في نيو تايتل وفي اولد تايتل ايوه، هنا بس في الفاكس الجزء ده. فايند. بس دي كده غلط، دي كده غلط. هو في الاول، وبعدين الفانكشن من امتى الفانكشن بتثبت فيها الارجيومنت كده؟ يعني الخلاصه، الخلاصه ايه؟ الخلاصه ان احنا مشكلتنا فين؟ طالما احنا لسه بنتعلم خلاص، كله دخل على بعضه بقى. ما نحاولش ان احنا نلخبط نفسينا. بمعنى احنا عملنا ايه؟ عملنا مثلا خطوات بسيطه، مثلا عملنا اربع فانكشنز، دي بتعمل كذا، دي بتعمل كذا، بتعمل كذا، بتعمل كذا، وطلبنا ان احنا نعمل نفس الكلام ده بس على حاجه، على مثلا تيبل اخر، يبقى انا اعمل ايه؟ هم الاربع فانكشنز وامشي على نفس الاسلوب بالظبط بس مع التيبل الثاني، بحيث ان انا اوصل دي الصح. بلاش ان انا اقول لا، ما انا اغير، ما انا اضم دول دلوقتي، الا لو انا ماشي حالي. يعني الباشمهندس محمد مرزوق مثلا قال لك لا، انا هجمعهم في كلاس واعمل لهم كده مديول وانا هديهم الناحيه الثانيه وبتاع، مش عارف ايه، الامكانيات دي عندي واقدر اعملها، خلاص اتس اوكي، ما عنديش مشكله طالما انت قادر تعمل ده. طب انا ممكن اكون لا شويه مثلا اقلق ان انا اعمل كده، او هلخبط لو عملت كده، لا طالما انا اعمل كده يبقى الافضل الاولى ان انا اعمل زي ما عملنا. اعمل زي ما عملنا بس باسلوب جديد، لان هو ده المستوى اللي انا عايزه دلوقتي. فانا لو طمعت، لو انا عندي خلفيات ما عنديش مشكله، اشتغل على خلفياتك وكبر وما عنديش مشكله. طب لو انا لا، خلفياتي ممكن تكون مش قويه، لا يبقى بلاش الخبط نفسي لو ما فيش خالص واضيع كل ولا الحق اللي كان مطلوب ولا اعرف ازود. فاهمني ازاي؟ اللي هو ايه؟ اللي هو يعني اللي هو ولا طل بلح الشام ولا عنب اليوم. طب انا ما وصلتش ولا كده ولا كده، لا طب انا عليه؟ طب انا عليه؟ طب انا عايز اوصل حتى لل انا ما اعرفش ايه عنب اليمن، بس ما كانوا بيقولوا كده، فالحق حاجه منهم يعني الحق. وبعد كده ممكن لو انا، طب انا دماغي ان انا لازم اعمل حاجه، انا لازم اجدد، حلو، يبقى اعمل ايه؟ الاول طالما انا مش متمكن قوي بس عايز لسه بسعى لسه في المرحله الاولى، امشي زي ما مشي اللي بيشرح لي بالظبط، اطبق فانكشنز عملتها كل حاجه تمام كويس واشتغلت. دي المرحله الاولى. وبعدين ماشي يا عم، عملت اركن، جدد بقى في ايه؟ في فايل ثانيه او في بروجكت ثاني كده على جنب، وابدا اقول لا انا هضم دول في كلاس، اعمل دول هنا، افصل دول لفانكشنز، اعمل دول مش عارف ايه. وصلت حلو، ما وصلتش حلو. طب ما وصلتش حلو ازاي؟ اقول لك ليه؟ انك انت بدات
تحط ايدك على اللي انت عايز تعمله في الجديد، وبدات تحط ايدك على المشاكل، وفي نفس الوقت ما احبطتش. ليه؟ لان انا كمرحله بيزك اساس انا عم عديها وعملت، مش عمري ما هبقى قلقان بقى، او عمري ما احس ان انا مستوى قليل، لا ده انا معدي المستوى المطلوب، بس عندي شويه مشاكل في المستوى اللي انا عايز اوصله، لكن انا معدي المستوى المطلوب، احس كده ان انا ايه، ان انا ساتسفايد وما عنديش قلق وما عنديش بتاع. بس فيفضل في الاول ان انا يعني مثلا اديك مثال بعيده، ودي اخر حاجه اقولها، يعني انا دلوقتي رحت قلت انا عايز اصنع عربيه ومش عارف، زينا كده مثلا يا في مصر يعني، فقمت رايح رحت مثلا في دوله اوروبيه ولا حاجه بيصنعوا عربيات، وقعدت واقف قدامهم قال لي يا ابني بص المطور بتعمل كده، الفتيس بتركب هنا لازم يكون في مش عارف مكان ايه لازم، وقعدوا يعلموني وصل دي اعمل دي مش عارف بتاع تمام، وقعدت افهم ازاي كل حاجه بتتبني، وعملت معاهم حاجات بسيطه مجزأة. اما جيت اجمع الموضوع بتاعي مش من اول مره بقى اقول لا انا مش، انا اللي علموني دول امريكان انا همشي بقى على الاسلوب الالماني، يا عم طب اطلع الاول زي اللي انت اتعلمته الاول، اطلع بالشكل الامريكي اللي انت اتعلمته الاول بالتوصيلات دي وبالتركيبات دي، لا 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 انا مش عاجباني انا هزود، لا لا واحده واحده بس، اطلع الاول بالمنظر بالتركيبة العربيه اللي انت اتعلمتها تمام. طب لو انا اصلا كنت متعلم مثلا في المانيا برضو عارف عربيه الجمع ازاي، خلاص انت عندك بقى خلفيه تقدر تركب الحته دي، انت عارف الحته دي ممكن تعملها بالشكل الالماني كذا، والحته دي ممكن تعملها بالشكل الامريكي اللي هم عملوه كذا، فانت ممكن تقدر تشتغل مش مشكله عندك. لو انا مش متمكن قوي في الجو في الالماني ولا في الامريكي، يبقى انا اعمل ايه؟ لا انا كنت متعلمه امريكي خلاص ماشي، اطلع بس بالشكل الاصلي، فهمتوني؟ صح يا دكتور تمام. وبعدين عندي خلفيه عن الالماني ماشي، بعد ما طلعت بالشكل بتاع اقول طب انا ممكن اعمل تعديلات بس في تمام الاسطوانات الخارجيه، طب ممكن اعمل حته مش عارف ايه، طب ممكن ماشي ابقى زعلان عشان لو باظت من الحته دي انا هرجع للاصل الاصلي شكل، ما عنديش مشكله. ماشي شكرا لحضرتك. انا التعليقات دي مش ليك انت بس، يعني انا بتكلم عموما. تمام. تمام. في حد تاني عايز يوريني اي حاجه في الشغل اللي عملناه ولا لسه؟ طيب سؤال تاني، هل كويس ان احنا نديكم براكتس كتير واديكم وقتكم انكم تشتغلوها، ولا انا يعني اكمل وادوس وعشان الناس تستفيد؟ يعني انا هقول رايي، بس هقول رايي في الاخر انا هو الافضل من وجهه نظري، بس انا يعني بسال الناس خلينا نعمل كل جزء كده واديكم عليه بروجكت تعملوه بايديكم وتخبطوا جزء صغير بجزء صغير يا دكتور، لكن تدوس لا يعني جزء صغير اركز فيه واطبق عليه يكون كده خلاص ثبت، نحط عليه جزء اكبر. انا ما عدتش انا حتى الاكزامبل يعني حتى البروجكت بس خلاص تمام اللي مطلوب منكم انا حالي لاخوه، يعني حتى مش بديكم كده اقول لكم يلا انطلقوا في الحياه، يعني ما عملتش كده، انا عملته كله وبعدين قلت عايزينكم بقى تعملوا حاجه ثانيه مستمد ثاني بس نفس الموضوع، يعني قدر الامكان بحاول امشي بسيط. فانا بسال ده افضل ولا يعني انا اخش في اللي بعده اللي بعده اللي بعده، والناس يعني اللي بيطبق نفسه وما بيطبقش وما بيطبقش نفسه، لان انا برضو عايز اقول اسعدكم الاول. معلش يا دكتور انا معاك في النقطه دي، يعني احنا حضرتك ادينا وابدا اشتغل، لسه المفاهيم كتيره اللي قصدنا ناخدها، اللي بيطبق هيطلب من حضرتك ان هو في الحته الفلانيه ما عرفتش اعملها ممكن تساعدني، اللي ما بيطبقش خلاص يعني بيتفرج وهو عارف ان هو فاهم وخلاص. لكن النهارده مثلا من ضمن الناس انا عارض، بس انا حاسس ان انا عطلت الناس، لان احنا كنا ممكن ندخل في حاجه جديده، رغم ان انا عندي مشكله واحده بس فقط لا غير كنت عايز حضرتك تحلها، لكن لقيت ان الوقت طال فخلاص لا قفلت على كده عشان الناس برضو تستفيد. اللي انا شايفه ان احنا ناخد اللي احنا هناخده ده كله
وعملت المشروع بفكري بطريقتي بأي حاجة، بعد كده أقول لحضرتك لو سمحت يا دكتور أنا عندي مشكلة هنا، هتتعمل في دقيقة دقيقتين وحضرتك بتكمل، وما عطلتش حد وما عطلتش حضرتك كمان. أنا كلامك ممتاز، بس أنا هعلق على حتة واحدة بس، حتة التعطيل. تمام؟ مش عايز حد يتخيل إنه لما بيعرض شغله وبنبص عليه ولو في مشاكل نحلها ومش عارفين إن ده تعطيل خاص. تمام؟ هتقول لي أه بس ده شغل أنا، بس لا، هو مش تعطيل، هو ده أصل زي ما قلت لكم قبل كده، ده أصل الشغل اللايف. أصل الشغل اللايف إن إحنا انه يبقى لايف، ان احنا نبقى شايفين احنا بنعمل ايه، ان احنا نبقى بنساعد بعض على مستوى انك انت تبقى قاعد معايا وبتقول لي دي ايه ودي لا، ودي شغاله ولا مش شغاله، ودي مظبوطه ولا مش مظبوطه الى اخره. لكن احنا اعتادنا دايما، احنا اللي اعتادنا يعني، احنا لازم يبقى شرح، يعني عايزين نسويه من شرح، فاهمين ازاي؟ بس طبعا مش اصلا الاصول يعني. شرح، طب ما احنا بنسجل فيديو ما فيش مشكله، طب بس انت دلوقتي قاعد معايا وعايز توريني مشكلتك كمان شويه، يعني بعد ما الكورس يخلص او بعد ما الجزء يخلص ممكن تيجي بعد كده زميلنا اللي كان متاخر يبدا يطبق ويبدا يحصل معاه مشاكل ويبدا بقى يدور عليا ان احنا نتقابل عشان اقعد معاه شويه عشان بس عنده مشاكل يحلها، يكون الكورس خلص والمواعيد بتاعته بقت مختلفه ومش عارف انسق معاه. يعني مش عايز الناس يعني مش عايزين نخسر الوقت اللي احنا قاعدين فيه مع بعض، ان احنا يعني نطلع مستفيدين، يعني نطلع مستفيدين بجد. يعني انا طبعا هضطر امسك العصايه من النص عشان الدنيا ما تقفش. يعني ايه؟ يعني هضطر ان انا شايف ان الاستفاده كلها انك تبدا بايدك. صدقني انا ممكن اشرح في حاجات كتير جدا جدا، يعني اللي بعد واللي بعد واللي بعد واللي بعد واللي بعد، وتطلع من الكورس تحس ان في كونتنت كتير، بس انت جواك عارف ان انت ضعيف وما قدرتش تستفيد كويس، والعيب من جواك حاسس ان هو العيب عيبك، سواء بقى من براك عملت اي حاجه ثانيه مش مشكله، بس هو من جواك انت حاسس ان انت المفروض كنت تعرف كذا وكذا، حتى مش هتحس بقيمه الكورس ده نفسه، لكن انت في حاجات كتير ضايعه منك وانت مش عارف ان في حاجات كتير ضايعه منك اصلا. يعني حتى قيمة المعلومات اللي اتشرحت لك وقع منك منك فيه. ده بيبقى بسبب انك انت ما مارستش، ما حطيتش ايدك وبدأت تبقى يعني ايه متملك الموضوع ومرتاح نفسيا. ولذلك لو نص المعلومات بس اشتغلتها بايدك وطبقت وبدات تعمل حاجه، انت جواك هتحس بالراحه النفسيه وهتبقى مبسوط انك اشتغلت ومبسوط انك بدات توصل، ويبقى عندك طموح انك تكمل، وده اهم حاجه. تمام؟ انا بقول لك كده عشان اشجع كل الناس، سواء اللي بيحضروا معانا لايف سواء اللي غيره او بيتفرجوا على الفيديوهات، لازم تطبق بايديك، ادي لنفسك فرصه تطبق بايديك عشان تستفيد بشكل قوي وتحس انك بتاخد. يعني الموضوع مش موضوع يلا فيديوهات يلا نتفرج. انتوا اغلبكم يعني كورسات كتيره موجوده على الانترنت وبلاش انترنت، اغلبكم على الجهاز بتاعه في كورسات موجوده مليها اول ولا اخر، وحاطط بقى جنب عمال يداونلود ما بيستفادش حاجه من الكورس، صح ولا غلطان؟ صح جدا. كلكم راكنين كورسات موجوده كده. ايوه الفكره مش في ان انا عمال اعبي، يعني عمال هو فعلا بنعمل كده. هي يعني ممكن تكون انت بتعمل كده نفسيا، انت بتبقى الكورس ده حلو طب حطه طب ده وده وده وده، بس في الاخر انت مش عارف تستفيد من ده. عشان كده ايه بنقول الموضوع مش موضوع ان انا يلا اللي بعد يلا اللي بعد يلا اللي بعد، ماشي خلاص اعتبره كورس من اللي موجود عندك على الهارد ديسك وما بصيتش عليه. لا احنا عايزين نستفيد من ان احنا لازم اطبق الكلام ده، لازم امشي ايدي، لازم أمشي فرصه ان احنا قاعدين دلوقتي ولاقيين حد يصلح معانا ونقول له دي ايه ودي ايه ويقول لنا لا خدوا دي بعد دي ونرتب ونمشي، يبقى انا خلاص بقى استفيد من الفرصه. والا ان الكورس موجود والله ما ليه قيمه. يعني لازم تمد ايدك وتحاول تستفيد قدر الامكان.
فانا مش انا بقول لك عايز حد، انا مش عايز حد من اللي موجودين معانا ما يطبقش ويوريني المره اللي بعديها المره اللي قبليها، مش مشكله اتاخر مره ويوريني بعد كده بعدها بمحاضرتين الحاجه، ما عنديش مشكله، بس مد ايدك شغل نفسك، اقطع وقت من وقتك واعمل الشغل لنفسك بس. هو ده اللي انا عايزك، بس ان انا عايز خلاص الكلام ان انا عايز ازق الناس عليه. فهمتوني؟ طب دكتور ممكن استاذن حضرتك بس في طرح فكره بس مش اكتر؟ اتفضل. يعني انا شايف ان الكورسز كلها اللي بتعتمد على الكونسول بيبقى الواحد يعني استنفذ فيها طاقته كلها، وبعد كده بيبدا يجي عند الديسك توب او الويب ابلكيشن او الموبايل ابلكيشن، بيلاقي نفسه الوضع اتغير بالنسبه له وما بقاش عارف يواكب الموضوع، لانه هو خد على الكونسول انه يكتب على الكونسول وكده. فهل مثلا ممكن مثلا ان احنا نبدا بالمشاريع العمليه حتى ولو بروجكت صغير بيعتمد على كراد او كده وعلى ديسكتوب او ويب او اي حاجه، منها ان احنا بنشوف الكلام دوت عمليا ممكن حتى بنستفيد منه في الواقع العملي؟ يعني هو المستوى ده مش عاملين فيه كده، لان احنا كان عندنا مجموعه عايزه تشتغل حاجات تخص الويب وفي مجموعه عايزه تشتغل حاجات موبايل وفي حاجات، فاحنا الفكره كلها انه بيقدر يتعامل مع الشغل الاساسي بتاع الفايلز وبتاع الداتابيز وبتاع الداتا كلها، وفي اخر الكورس هنوصل لحاجه خاصه بالريست فور اي بي اي. الريست فور اي بي اي برضه مش هتحس ان انت اشتغلت خارج الاطار ده، لكن هي هتبقى البوابه تمام اللي هتربط بيها الموبايل واللي هتربط بيها الويب. يعني هنقول ايه، احنا مش عايزين نشتغل على سي ام دي مثلا، يعني بعد كورس احنا مش عايزين نكمل سي ام دي، خلاص عرفنا الفايلز وعرفنا الاكس ام ال وعرفنا السي الجيسون وعرفنا السي اس بي وعرفنا مش عارف الداتابيس دي والداتابيس دي وربطنا بدي وربطنا بدي وخلاص بقى بقينا عارفين، بس احنا عايزين نخرج بره الاطار ده. طب احنا المفترض نطلع ليه؟ نطلع مثلا يا اما بنطلع على انترفيس ويب يا اما بنطلع موبايل، مش اكيد مش هنشتغل يعني واحرق وقت كتير في الجي يو اي بتاعت الديسكتوب، لكن هي موجوده ومطلوبه في السوق بس على ضعيف شويه، على ضعيف كتير كمان عن الويب وعن الموبايل. لكن عشان الويب يكلمني، اللي انا عملته بقى اللي انا عملته دلوقتي ده، هل ينفع الويب يكلمني بالوضع ده؟ لا. هل ينفع الموبايل كده الويب موبايل ابلكيشنز يكلمه بالوضع ده برضه؟ ايه بالوضع ده؟ لا. يعني ولا ينفع هو ما هو احنا نفسنا بقى نفسنا نقتحم العالم دوت يعني، او ممكن يبقى تطورنا السريع. انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا معلش انا اسف انا قطعت كلامك، يعني كمل كلامك وانا هرد. لا اتفضل يا دكتور اتفضل. اللي انا اقصده ان انت دلوقتي في مرحله البيانات، البايثون ازاي بتتعامل مع البيانات. عشان اخش على الجي او اي مثلا في مفاهيم كتير جدا لازم تتشرح، خلاص الواحد بعيد خالص عن موضوع ان في بيانات ولا في داتابيز ولا مفيش، فاهمني؟ انا عشان اخش على الويب دلوقتي لا، ده انا هفتح في موضوعات كتير خاصه بالويب مالهاش علاقه اصلا بالبيانات خالص، زي مثلا هتكلم على اتش تي ام ال اكيد، وهتكلم على سي اس اس اكيد عشان اظبط بس حتى الديزاين بتاعي، هتكلم على بعض الحاجات كل ده، بعد كده هتكلم على برمجتها وبعد كده اربطها بهنا، ده كله ملوش علاقه بالبيانات، انا لسه بس بعمل الانترفيس بتاعتي بشتغل عليها بشكل معين، وهتكلم على الفريم وركس بتاعت الويب وده ايه وده ايه يعني هخش في موضوعات خالص. لا انا قصدي يا دكتور يعني حتى لو الفورم اللي هي الفورم العاديه مثلا في ال HTML وربطناها مثلا بالداتابيز او بالسي اس بي مثلا او كده، مش لازم نخش مثلا بتعمق، بس على الاقل خالص هيبقى صفحه ويب وفيها يعني بتنادي فيها في الباك اند مثلا قاعده البيانات وكده، بتبقى شايفينها يعني وبتبقى قريبه ومحاكيه للواقع يعني شويه كما تريدون يعني، بس ده هيطول الدنيا شويه، بس ما عنديش مشكله، بس ده برضه هيبقى في اخر شويه. استاذن حضرتك في حاجه يا دكتور لو سمحت؟ اتفضل. لا هو ده يعني داتابيز وهنم يعني زي ما حضرتك قلت في الاول احنا هنمشي فيه، وهو كده كده هيطول من غير ما نضيف له اي شيء. انا بس هتكلم على حاجه
اقترح ان احنا كستيودنت ينفع نساعد بعضينا. انتوا فعلا ما بتساعدوش بعض، انتوا بتشتتوا بعض. ما هي دي النقطه، بس يعني احنا كستيودنت عايزين يعني، معلش حضرتك مثلا عملت برنامج كامل ونزلت الحاجه بتاعته، فانا واحد مثلا البرنامج بتاعي اشتغل كويس جدا، ممكن ابعت السورس كود ده مثلا على الجروب بتاع الواتس؟ ابعته، بس هو هيشتت الناس، مش هي يعني هيبقى مش مفيد، هيجيب نتيجه عكسيه. اصل انا بص خد بالك الكلام ده كله جربناه كتير، بيجيب نتيجه عكسيه ليه؟ هقول لك انا، الناس في الكورس بيبقى مستوياتها مختلفه عن بعض، تمام؟ وبالتالي ممكن انت تبقى مغير حاجه او فلان يبقى مغير حاجه عن اللي انا كنت عاملها، فاوتوماتيك الطالب اللي مش متمكن شويه او لسه امكانياته اضعف على طول بيرتبك، تمام؟ وبيبدا يتوه في المعلومه، تمام؟ ويبدا دي مش فاهمها ودي مش عارفها، وبيبدا يحس بقلق اكتر. فطبعا بيجي معاه نتيجه عكسيه مش نتيجه ايجابيه، تمام؟ وفي بعض الناس بتبقى برضو عندها مشكله، ما اعرفش في حد فينا انا ممكن اقول حاجه يا دكتور بعد اذن حضرتك؟ هو بالنسبه للبرمجه وكتابه الاكواد هي بتختلف برضو، هو في اساسيات طبعا، بس بتختلف من واحد لواحد او دماغ لدماغ. يعني حضرتك عملت بطريقه، الباشمهندس عمل بطريقه، حضرتك في الكورس الاولاني لما خدنا عمل بطريقه، فانا مش معترضه معاه خالص في موضوع ان احنا فعلا يعني ممكن انا عن نفسي يعني كمبتدئ ممكن نسال مثلا في سطرين في فانكشن معينه ممكن اساله في دي ممكن، لكن ككود بروجرام كامل هيبقى فعلا تشتيت زي ما حضرتك بتقول. حتى المسميات بتفرق مع الطالب اللي سواء. حلو ان احنا نساعد بعض يا ريت، يعني مفيش مشكله، بس كبروجرام كامل صعب، هو صعب بجد، لانه كل واحد يعني مثلا حضرتك حليت في الكورس الاولاني بتاع البايثون حليت اكزامبلز كتير، انا لما جيت مسكتها بعد كده واحده واحده وحليت، انا حليت بطريقه ثانيه، يعني انا فعلا طلعت نفس الاوت بوت نفس الريزلت بس بطريقه ثانيه. كنت حتى عايزه اوري حضرتك يعني كل واحد بيحل بطريقه. ده انا نفسي ممكن بحل معاكم واقول لكم في الطريقه كذا، وممكن كمان انا احل نفس المثال بالقطر معاكم، بعد كده اقول لكم يعني في فروق او في فروق. وبعدين يعني مش عارفه لو في حاجه مستعجلين عليها ماشي، يعني بقى خلاص زي ما يعني الدنيا يعني حضرتك ماشي ستيب باي ستيب كده وربنا يبارك لك وماشي معانا واحده واحده، وده حلو جدا عشان تلاقي في ناتج في الاخر، لان الكورس الاولاني الناس مشيت منه خالص يعني من كتر ما هم يعني سبقنا بقينا ثلاثه او اربعه، مش كده يا دكتور؟ كنا في الكورس الاولاني فضلنا كده. فحضرتك كده يعني فعلا يعني مش الدنيا هتترقم، فمش هنلاقي يعني خلاص يعني هتعب فعلا خلاص انا عن نفسي يعني مش هعرف الحق، انا عمال عندي اصرار وبقاوح وبحاول وبكتب وبسال، فحضرتك اللي عودتنا على كده واللي بتطلب كده، حضرتك اللي بتطلب كده ان احنا نسال مش بطلب عشان حاجه، قلت فعلا كده انت اللي شجعتني على كده يا دكتور، يعني حضرتك ربنا يبارك لك يعني ان انا اسال، وان انا فعلا حاسه ان انا خدت وقت كتير من الزملاء وكده، بس يعني هو برضو يعني شكله شغال، وباشمهندس محمد صلاح برضو شغال في المجال ويب ديفلوبر، فالناس شغاله، انا اول مره استعمل الحاجات دي، فكده اعتقد ان يعني بدايه مش وحشه يعني. فانا بعتذر ان انا اطلت عليكم، بس عندي اصرار اني اتعلم برضو. طيب هو بس خلاصه عشان بس ايه، ممكن يكون في واحد على فكره، ممكن في واحد نفسيا بيبقى عايز يظهر مثلا من زمايلكم مثلا طلبه، فتلاقيه يوم جايب لهم يعني يحاول يجيب لهم حاجات، ده حصل معايا في مجموعنا، فيحاول يساعد زمايله فيبدا يجيب لهم حاجات غريبه عشان يوريهم يقول لهم دي بتاع كذا ودي بتاع كذا ودي بتاع كذا، فيبدا كتير يشتت الجروب كله.